السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا مرة أخرى وياكم. في عندكم حالة أخرى اللي هي الجوين. الجوين هي الربط، تربط أكثر من تيبل مع بعض. يعني إحنا كان عندنا مثلا employee وعندنا my order، أوكي؟ الemployee هو تيبل منفصل، الماي أوردر أيضا تيبل منفصل. بتستفاد من عنده إنه تختار مثلا تستخدم ال select statement، تستقبل البيانات، وهذه البيانات ممكن تكون من اكثر تيبل، يعني اكثر من تيبل في نفس الوقت، اوكي؟ ممكن انه تحصل على هذا الريكوردز اللي موجوده في التيبلز واحد او اثنين او ثلاثه كلهم تجمعهم تعمل تيبل واحد فقط. احنا اخذنا فكره عن الجوين بمثال بسيط. ايضا الـ في الجوين انت عندك ثلاث اشياء، عندك ثلاث انواع من الجوين ممكن انه انت تعملها. الجوين الاول اللي احنا بنسميها بالانر جوين. الانر جوين فكرتها طبعا في اوقات ممكن يسمونها بالسمبل جوين. خلينا اول شيء نعرف انه الانواع اللي موجوده بعدين ندخل التفاصيل وكيف ناخذها بالامثله. بالامثله حتكون اوضح اكثر. اذا في عندك انت الانر جوين بالماي اس كيو ال، في عندك ايضا الليفت اوتر جوين اللي ايضا اخذناها، في عندك ايضا الرايت اوتر جوين. اذا عندك بس الانر جوين عادي، بس لما تستخدم الاوتر يا اما ليفت يا اما رايت حتستخدم معهم. طيب احنا حناخذ اول مرحله اللي هو الانر جوين. الانر جوين بالماي اس كيو ال يتم استخدامها حتى انت ترجع كل الصفوف اللي موجوده باكثر من تيبل في نفس الوقت وتربطهم مع بعض وتعمل تيبل واحد وتطلع تطلعها، يعني سواء كان في البي اتش بي او اي شيء او اي لغه اخرى تطلعها على اساس انه هي تيبل واحد. طيب خلونا نشوف نستخدم الانر. هنا احنا عندنا مثلا SQL نقدر نقول مثلا select نختار مثلا ال ID، اوكي مثلا select ال ID وال name، اوكي من ال employee. جميل، نستطيع انه احنا نقول هنا inner ان اخر، اوكي inner، وتكتب بعدها join join inner join. منو حيكون التيبل الداخلي؟ مثلا حيكون my order. اذا تكتب هنا my اوتوماتيكلي هو بيظهر لك طبعا my order. على التيبل، على اي تيبل راح يكون؟ على انه يكون عندك مثلا ال employee.id يساوي ال my order.id، على انه الايديات تكون متساويه، اوكي. هذا الشيء احنا شرحناه سابقا. خلينا نضغط على جو. ظهر عندنا مشكله. خلينا نعمل هذا select all، ممكن تكون هي هذه المشكله. تمام، اذا حيظهر انت عندك، لاحظ هنا عندنا الاي دي، اوكي عمر، ولاحظ دمج معاها ماذا؟ دمج معاها الايتيمز ايضا ID. لاحظ هذا ال ID items price date هذا مأخوذة من التيبل my order. ال ID وال name وال department وال salary مأخوذة من من؟ من employee. اوكي اذا دمجهم، نقدر نقول دمجهم عملهم تيبل واحد. حلو، طيب ممكن انا ايضا اخصص، يعني مثلا لو اجيت اخذت هذا بالكامل عملت كوبي جيت على SQL مثلا بهذا الشكل، جيت عملت مثلا select مفروض انه في اشياء تتشابه طبعا بين الطرفين. مثلا لو نجي نشوف ال person هنا، خلينا نشوف هنا نرجع مره اخرى، لاحظ هنا لا هذا order. تصور في spring database، هذا موضوع spring احنا شرحناه بوقتها، في عندك ال person لاحظ فيها قيم، وفي عندك هذا ايضا فيها قيم، وفيها اعمده متشابهه مع بعض. طيب خلينا نجي هنا نطبق هذا المثال، يعني نقول مثلا from، لاحظ from person to، الانر حيكون منو؟ الانر حيكون person، صح؟ لما يكون person to الID مساويا للperson ID، اوكي بهذا الشكل. خلونا نجي نعمل هنا go،
لاحظ ظهر عندي الـ ID, F name, last name وظهرت هذه الأشياء, حيكون عندك بالطرف الثاني أيضا لاحظ ID, F name ربطهم مع بعض. أوكي, في عندك أشياء مشتركة فيناتهم. خلونا نجي نستغل مثلا نقول SQL ونحدد, يعني نقول قم باختيار, ليس الـ all, ليس الكل, قم باختيار مثلا من person 2 قم اختيار الـ ID, ومن الـ person 1 قم ايضا باختيار الـ ID مثلا. ايش نعمل مثلا, او مثلا من نفسه person 2, من person 2 قم اختيار مثلا الـ first name. اوكي, اذا من person 2 حتختار الـ ID, من person 2 حتختار الـ first name, من person 2 حتختار الـ last name مثلا. لاحظ كلها من الـ person 2 مثلا تختار الـ last name. اوكي, تختار الـ last name من الـ person 2. الـ inner حيكون من, حيكون الـ person لما يكون الـ person 2 ID مساويا للـ person ID. خلونا نجي نعمل جو, خلونا نشوف الشكل النهائي كيف راح يظهر. لاحظ عندك الـ ID 5678 وليد عمر وسام, وعندك يوسف, وعندك الـ last name عمر عيسى عيسى عيسى. خلونا نستعرض الـ person 1 والـ person 2 كـ ID. لاحظ هنا الـ ID عندك 5678, هنا الـ ID 5678. إذا قام بمسح 1 2 3 4, واحد ثلاثة أربعة خمسة, قام بمسحهم. ليه؟ لأنه غير موجودة في التيبل الانر الداخلي. احنا ذكرنا الانر حيقوم في اختيار, يعني لما نقول هذا التيبل الكبير وهذا التيبل الصغير. اوكي, لما نعمل التيبل الصغير انر في داخلها حياخذ فقط المشابهين, الاشياء المشابهة بينه وبين التيبل الكبير. هذا احنا البيرسون سميناها بالانر, هذا بيرسون 2 احنا سميناها بشو؟ الاعتيادية. اوكي, هذا سميناه بالانر. فالانر كم واحد كان عنده؟ 6 7 8. اوكي, فاذا راح ياخذ فقط الاي دي اللي هنا بيشابهها اللي هي 6 7 8, لهذا ظهر عندنا النتيجة 5 6 7 8. اوكي, هذا لا عفوا, هذا مش هذا نتيجة, لا مش النتيجة, هذا 5 6 7 8. هنا أيضا موجود عندك 5 6 7 8. لاحظ 9 أيضا موجود, لكن في النتيجة لم يظهر 9 ولم يظهر ما قبل 5, ظهر فقط المشترك مع التيبل الصغير اللي هو البيرسون, لأنه هو إنر حياخذ فقط الأيديات اللي موجودة عنده في الإنر, الموجودة فقط في الإنر. أوكي, طيب خلونا نشوف التايم, نوقف نكمل درس القادم.